شو عم بتفكري؟ لا بدي بس ناطرة إشارة من براتيك، لأنه براتيك بالعادة هو اللي بيقلي مين اللي لازم أحترمه وإمتى. والله كتير حلو، مرته لبراتيك باينتها واحدة كتير مطيعة. هذا الحكي غلط، مو براتيك اللي بيعلمك شو لازم تساوي، أنا اللي رح علمك، ماشي؟ لازم تحترمي كل العيلة. حاضر. الله يرضى عليك. برديه ظهري الاحترام لياش كمان. حاضر. لا 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 ما في داعي، انت هلأ مرته لبراتيك، يعني أختنا. بدهي؟ نعم. بنتي ليش واقفة عندك؟ تعي قعدي، سلفاتك اليوم هن اللي بيجهزوا العشاء، انت أكبر كني عنا، لازم تعطي لحالك قيمة. مو مشكلة ماما، أنا هيك مرتاحة. ماما ماما أنا خلصت حمام. إيه إيه اقعد هون. ما بدي، ما رح أقعد هون. إيه قلي وين جاي عبالك تقعد؟ هنيك جنب بابا ياش. رام؟ نعم. فيك تروح. حاضر. حبيبي عندك كرسي فاضي، عود فيه لو سمحت. لا بدي اقعد هنيك. انت ما لك محل هون. بلا لي انش. ماما انا جوعان، تعي طعميني لو سمحتي. لو امك مو هون شو كنت بدك تساوي؟ يلا انا رح اجرب طعميك المره. ايه لا بدي ماما تطعميني. طيب ماشي، على فكره نسيت خبرك شغله مهمه، انا حافظ قصص ونكت وحكايات كتير حلوه، شو رايك احكي لك اياهم بعد الاكل؟ كول يلا لكان خلص اكل بسرعه. اربيتا برديه ضيفه الحلو. لا بالأول ضيفي ياش وبراتيك والضيوف. أربتة بدي أقول لك شغلة قبل ما تصبي لياش. ياش بتهمه الرتابة كتير، فهمتي علي؟
يعني اصحك يندلق شي برات الزبدية، لأنه كتير بيضايقوا هالشي، مو هيك؟ ما بصير هيك، خلصوا. وهلا صار وقت توزيع الهدايا. أرتي هي إلك. مبروك. وهي لإلك يا بردية. مبروك. وأنا كمان بدي أهدية. تفضلي بردية، هي مني إلك. وهي لأربيتا، تفضلي حبيبتي. يلا أربيتا. شبك حبيبتي برديهي، ليش مصدومة هيك؟ لأنه مبلغ أربيتا أكبر من المبلغ تبعك؟ هذا تاني زواج لياش. بعدين لا تنسي، الكنة الأكبر دائماً بتكون هدية أتقل. حبيبي ليش هيك عم بتساوي؟ ما بصير تعمل ضجة بالمعالق. أمك ما علمتك هذا الشيء؟ طلع ليك البنات، شوفن كيف قاعدين وساكتين. شفتن كيف؟ خليك مثلن ماشي؟ يسلموا ايديكم، كثير طيب الحلو. وانت انش ليش ما عم تاكل؟ ما بدي، اصلا مو طيبه، ما بحب المحلايه. ماما انا جايه على بالي قشطه. حبيبي ما في قشطه، بعدين لازم تاكلوا من الشي اللي منحطه. واذا كل هذا الاكل ما عجبك، في مقالي وكمان في خبز محمص كتير طيب فيك تدوقه. أنا ما حبيت هذا الأكل لأنه كله بهارات. ماما أنت اطبخي لي شي أكلة بحبها، نفسي اللي كنا ناكلها بالبيت. يا الله ماما أنا جوعان. شبك ماما ليش ما عم تردي علي؟ ماما ليش ساكتة؟ بس شبو الأمير الحلو؟ عصاب طول بالك شوي، وهي رح شربك مي باردة مشان تروق أعصابك. اللي شو رأيك؟ ما بدي أشرب شي. أنش تأدب، أنش تاخد يلي بدك يا، بس إذا عم تتصرف هيك ما رح تاخذ شيء ابدا. انش